مساء الخير مشاهدينا في بيت للكل، والذي لازلنا في هذه الأسابيع المتوالية نتحدث عن الإبادة الجماعية وعن المجازر الجماعية وجرائم الحرب في غزة أمام مرأى العالم أجمع. لازلنا نشاهد تلك الأم الفلسطينية الغزاوية التي تستشهد وهي تحتضن الرضيع، وذلك الأب الذي يتحسر ببكاء قهر الرجولة على وفاة واستشهاد أبنائه. لازلنا نتحدث عن الأسرة الغزاوية التي استطاعت أن تأخذ الوكيل الحصري للأكفان الجماعية. العام الدراسي لأطفال غزة قد انتهى، لكن أطفال غزة استطاعوا أن يحصلوا على الشهادة. إليك خالد. وبين مشهد قناص ينتمي لكيان المحتل يصوب فوهة بندقيته ويغمض عين الإنسانية ويفتح عينه الشيطانية ليقتل الأبرياء العزل، وبين المشهد الدامي تتوالى فصول العدوان وتحت سقف اللهيب والقصف والتدمير الممنهج لمجمل سبل الحياة الفلسطينية، يوالي الفلسطينيون بإرادة صلبة تصريف شؤون حياتهم وتسير فصول هذه الحرب الملعونة بانتظار انقشاع غبارها، وبأمل أن ينجلي ظلامه الحالك، وبأمل أن يحل السلام على الشعب الفلسطيني. ولقد مر على الشعب الفلسطيني كثير من المحن والمصاعب. بقيت فلسطين وستبقى صامدة في وجه المحتل، وسيضاف إلى التاريخ الكثير من قصص النضال التي ستحكيها الأجيال القادمة لبعضها عن أمة توحدت ضدها قوى عظمى وبقيت وصمدت. تمام زميلنا العزيز خالد، الحقيقة يعني وسط كل هذا هناك دائما احتمالات لأن تتم هذه الهدن الإنسانية التي ننتظرها. كنا ننتظر وقف إطلاق النار، ولكن يعني بما أن وقف إطلاق النار لم يتم فنحن ننتظر هذه الهدن الإنسانية حتى يتسنى على الأقل إدخال المساعدات الطبية، خصوصا وأن حصار المستشفيات وعدم وجود إمكانيات خاصة بالمستشفيات والأدوية، فقطاع غزة وأهلنا في قطاع غزة يحتاجون بشكل كبير جدا إلى الأدوية وإلى أيضا كل المستلزمات والغذاء وكل المساعدات اللي بتحاول دائما ان احنا نوصلها الى قطاع غزة. لكن عدم قبول المحتل الغاشم الإسرائيلي لهذه الهدن أو وقف إطلاق النار لا ينطوي إلا على أنهم يريدون طول الوقت إطالة هذه الحرب بشكل كبير، لأنه هم يشعرون بأن إطالة الحرب هي الأمن والأمان بالنسبة لهم. ووجدنا كل التصريحات الخاصة بالمحتل الإسرائيلي طوال الأيام الماضية بأن لا توقف لإطلاق النار، لأنهم يشعرون بأن أي وقف لإطلاق النار ستعيد المقاومة نفس الكرة عليهم كما كانت يوم 7 أكتوبر. ما زلنا على الأقل نتمسك بما قامت به القمة التي أقيمت في الرياض، القمة العربية الإسلامية، وأيضا هذا التمسك بين يعني كل من جاء إلى هذه القمة من دولنا العربية والإسلامية بوقف إطلاق النار أو الهدن الإنسانية وإدخال المساعدات إلى أهلنا في قطاع غزة. وما زلنا نتمسك ونتمنى أن نظل نحن كعرب وكدول إسلامية نحاول دائما الضغط على هذا المحتل الإسرائيلي، ونحاول على الأقل طول الوقت أن نكون ضاغطين من أجل هدن إنسانية، ونتمنى أن نشعر بأمن وأمان لأهلنا في قطاع غزة. ربما الأيام المقبلة تحمل إلينا أي شيء.